ما عرفش لك انت عايش تحت شي حجره ولا مريح في شي كاف، حيتاش انا براسي اللي عاصره في الكاف نتاعي وسمعت بهاد البلان تاع المنطقه 51. هاد البلان اللي واقع دابا نتاع الوفود الجماعي الاريا 51 اللي جمع لحد الساعه 1.6 مليون بنادم باغا تمشي، طبيعه الحال 5 منهم فقط اللي حماق باش يمشيو، ولكن كميه الميمات والطرولات والمضحكات زعزعات الكراسي نتاع الاف بي اي والسي اي اي والزواحف ويهود الاليت. اشنو هو بلان هاد المنطقه 51؟ كاينين صديقي جوج نتاع الاجوبه، الجواب الممل والجواب الممتع. واحد غالبا ما تيكون صحيح، ولكن الواقع تيكون غالبا ممل، واحد ممتع وفيه النشاط وكيجيب الكليكس. الجواب الممل، اريا 51 هي واحد القاعده عسكريه سريه ملحقه تاع ادوارد ايرفورس سلاح الجو الامريكي في صحراء نيفادا بمقربه لاس فيغاس، منطقه محرم فوقها التحليق في واحد المساحه تاع 640 كيلومتر مربع بحراسه مشدده. شي الدبانه ما كتسركلش تما. تقريبا تقادت مور الحرب العالميه الثانيه وكتستعمل اساسا للجريب تاع الاسلحه والطيارات الحربيه. علاش منطقه سريه لهذ الدرجه؟ حيتاش غالبا كايها قاعده عسكريه فيها تكنولوجيا نتاع الجيش الامريكي واللي ما بغاو حتى حد يعرفها. ما كانش حتى شي كونفيرماسيون على كاع الوجود نتاع هذه القاعده من الاساس، حتى خرجت السي اي اي في 2013 وحطت واحد الوثيقه اللي بالفعل كتقول بلي الباص تقادات في 1955 باش تيستيو مشروع الطياره نتاع يوتو. وهاد الطياره هي طائره نتاع التخفي من اجل تجسس على الاتحاد السوفيتي. حيتاش عرفتوا ديك الساعات الحرب البارده والميريكان والاتحاد السوفيتي دايرين بحال شي جوج جارات كل وحده كتبغي تعرف شنو طيبات الاخرى. المنطقه 51 ما بقاتش غا قاعده نتاع الطيارات، ولكن ولات واحد لابوراتوار كبير في منتصف السبعينات وفي حرب فيتنام. فاش شافت الامريكان التفوق نتاع طائرات الميك السوفيتيه، اريا 51 ولات واحد البلاصه نتاع الهندسه العسكريه والدراسه نتاع التكنولوجيا نتاع العسكر السوفيتي. فين ما طاح شي طياره نتاع شي سوفيات في شي بلاصه كيجيبوها تما وكيقراو عليها باش تبقى الامريكان ديما هي المتفوقه عسكريا فيما يسمى بالتير 1 ار ان جي، يعني التكنولوجيا هاربه بجوج الاجيال على التكنولوجيا المدنيه. تا كنهضروا صاحبي على الخمسينات والستينات فاش كانوا هاد النوع تاع الطوموبيلات في الشارع، اريا 51 كانت كديفلوبي طيارات ما تيخشع 10 رادار في نفس الوقت، دايره بحال شي حاجه خارجه من شي فيلم تاع الخيال العلمي. الحوايج القليله اللي كنعرفوا على اريا 51 من على البروغرام يوتو اوكس كارت جي 21، الهندسه العسكريه نتاع التكنولوجيا نتاع الاعداء و اف 117، وهادشي كله داخل في طيارات التخفي. ولكن اللي ما كنعرفوش هو جانب اللابوراتوار اللي في اريا 51 اللي كاينين فيه تكنولوجيات ما طيحهاش على عقل بنادم، وهادشي منطقي. ولكن الفضول نتاع بنادم اللي بغى يعرف اشنو مخبي الامريكان تماك هو اللي كيدي الجواب الممتع. الفضائيون. النظريه العجيبه كتقول بلي اريا 51 فعلا تقادات مورا الحرب العالميه الثانيه، كانت قاعده جويه، ولكن بلاص ما كانوا كيدرسوا فيها الهندسه العسكريه نتاع السوفيات فكانوا كيدرسوا فيها تكنولوجيا فضائيه اللي جات من مجموعه نتاع الحوادث نتاع شي عشب كيطيح في السماء في 1947. مني جات هاد القصه قال لك سيدي جواية عام 1947 في كورونا نيو مكسيكو، واحد المزارع سمع واحد صوت مجهد بحال الرعد فاش لقى الغنم نتاعو طايح للارض، لقى شي ماده كتبري بحال الالومنيوم اللي ما قدرش يقطعها بموس وما كتحرقش. تاع الشريف نتاع المنطقه اللي يعيط على القوات الجويه الامريكيه اللي جاوا بالزربه، تاو كاع داك العشب وديك الماده اللي كانت موجوده، وقالوا لوسائل الاعلام انه كان مجرد بالون تاع مراقبه الطقس اللي طاح. هاد القصه دارت بوم بزاف ديك الوقيته، واول حاجه فكروا فيها الناس يا علاش الجيش غادي يجي وغادي يدي بالون مطرطق بالزربان اكثر قاعده سريه على سطح الارض. اول حاجه طاحت لهم على بالهم هي الفضائيين والصحون الطائر. هاد القصه هي من الاولانيين اللي شعلوا الافتلال نتاع نظريات المؤامره حول هاد المنطقه هادي. ولكن اللي زاد كمل الباهيه هي التصريحات الغريبه نتاع بوب لازار. شكون هو بوب لازار؟ بحال قلتي ميسي نتاع نظريات المؤامره، اللي كيزعم انه كان من العلماء اللي درسوا التقنيات نتاع الكائنات الفضائيه في جنوب اريا 51 في واحد المؤسسه سميتها اس جول. ممكن تلقى انترفيو نتاعو مع جو روغان الا كنتي من عشاق هذا البنادم المزعزع. ولكن كما علمتنا الانترنت فكاينين بزاف نتاع الناس اللي بانيين كارير على قداب المعلومات الخاويه والزعج. وديك الدكتوره اللي كيزعم صاحبنا انه خداها في الام اي تي ما عندها حتى شي سجل، وفي 1990 اعتقلوا بتهمه الخواض والارتباط في شركه نتاع الطائره، يعني المصداقيه نتاع عدسات على حساب الكانا نتاعك. ما بين الاشياء اللي قالهم وانه اريا 51 كانت كتقاد الصحون الطائره، اكتشاف العنصر 115، اكتشاف مضادات الجاذبيه وتقارير حول الفضائيين اللي كانوا كيهضروا معنا من شي 10000 عام هادي، وانه كان كيتم التشريح نتاع الكائنات الفضائيه بغير التعرف على الانظمه البيولوجيه اللي فيها، و100% ماشي مونيكا عندها عينين كبار ومصوره ب 144 بي. السؤال المهم هو اشنو غيطرى الى مشى مليون واحد لاريا 51؟ الى ما هلكتهم الشمس حداش الباز كاينه في مئات الكيلومترات في الصحراء، اولا الى ما قتلهمش ما يعرف بالكامو دودز، اولا كما كيسميوهم اصحاب المجال دوك اللي لابسين الكاموفلاج، حيتاش كتبقاو عند المؤسسه عسكريه وعندهم الحق يقتلوك سور بلاص.
ولكن الى لقى شي حد طريقه باش يدخل تماك وصور لنا شي حاجه فما قراش يصور لي شي فضائي باش نحطو في كارت بوستال ونستفتو لواحد الاستاذه اللي كانت تضحك عليا في الابتدائي فاش كنت نقول لهم بلي الفضائيين كاينين.